بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، سنة ثانية ثانوي، أقدم لكم تمرين فيما يخص بحث عن مجموع حدود متتالية حسابية. تابعوا مليح، راكم تشاهدوا لهنا. لتكون المتتالية الحسابية أن معرفة على أن أساسها R يساوي ناقص 2 وحدها الأول U0 يساوي 204. أحسب S U10 زائد U11 حتى U217. أولا نحسب الحد. إذا المتتالية أن هي وشني؟ هي U0 من بعد U10 U11 U217. هاكم تشوفوا. إذن هذه كل قداش فيها؟ هذه فيها 217 ناقص 10 زائد 1 على 1 U0. إذن عدد الحدود و 217 ناقص 10 زائد 1 معناه 208. U0 U10 وشنو U10؟ هي U0 زائد 10 مضربة في الأساس. الأساس هو هذاك U0، هي وشنو هي؟ 204 زائد 10 مضروب في ناقص 2 معناه 210 ناقص 20 184. مجموع الحدود هي وشنو هي؟ N زائد 1 على 2 مضروب في U الحد الأول U U10 عندنا قلنا U 216. 216 هي وشنو هي؟ U0 زائد 216 مضروبة في ناقص 2 204 ناقص 208 على 2 مضروب في U10. 10 هي 184 ناقص 230. S إذن هي
عندك 230 6 9.46 divisé par 2, c'est 23 par 208. انتهينا. إذن كما راك تشاهدو 146 13 انتهينا هذا التمرين والسلام عليكم.